السلام عليكم، حلقة جديدة مع الأخ حرك. دائما في بعض المناقشات اللي كتخص العيطة والفن بصفة عامة، السي حرك بغيت نسولك واحد السؤال. هاد العيوط مثلا اللي هما تقريبا خرجوا من هكذا وتفرقوا، شكون اللي كان السبب في هاد العيوط؟ توصلوا مثلا للدار البيضاء ووصلوا للمناطق، ماشي نبدا على العيوط، كيفاش انتقلوا من اسفي ومشوا للدار البيضاء؟ انتقال غير من الفنانه، واش الفنانه او الحصاده او البحريه مثلا؟ لا، هي الديبار ديال العيطه، الديبار العيطه الاول كاع من اللي بدات العيطه، بدات فيها شي عيوط دازو فيها وطنيا وشي حاجه دازت فيها ديال السيبه. عيطه ديال السيبه كيفاش كانوا بعد الناس في المناطق القبيل بحباحات كيغوطوا كيدو كيغوطوا على الناس كيدو كيسموا بحباحات، بحال دابا تقول دابا العيد هياتات هياتات بحال هياتات، هما كيقولوا لهم هذيك الوقت الغواتات او الندابات. القايد ملي كيجي كيهجم على شي قبيله ويدخل على القبيله ويهجم عليها، كيشطب عليهم ما يخلي لهم بهيم، ما يخلي لهم احتلاحه، ما يخليش حاجه، كلشي كيدي داك الجيش ديال القايد ويقتل الناس ويتكرفص وكيزيد. دوك الناس ملي كتخرج منهم ديك الهجمه اللي كتخرج منهم اللي كتزيد من القبيله، كيبقاو الناس مخلوعين عا قاعدين وتيشوفوا بعينيهم، ما كاينش اللي كيقد يهضر. هذوك العيالات كيجيو من اللور هما اللي كيغوطوا، هما اللي كيغوطوا الناس. ها راه عقيد، علاش هي خرجت ديك القايد هذاك العيطه ديال الهي اللي خرجت فيها القياد، قايد هادو راه من هذاك الشوقع، من هذوك الهيادات وقع. ملي كيجيو دوك الهيادات تيهيطوا لها الدوار كيقول لها قايد عبدا دار دوك ولا وقايد دوك ولا دار دوك وقايد هادو. هي باش خرجت هذيك ديال القياد خلاوها لك الهيادات ياك، هادو ديال الصيبه خلات بزاف ديال العيوط، بزاف مخليه الصيبه والوطنيه مخليه طري، فهمتيني؟ بحال سيدي حسن وطنيه، بحال يبغى حبيب وطنيه، فهمتيني؟ سيدي حسن زين الركاب صلاح الدين بعاد القرى، يعني كان مصالح بين الشمال والجنوب هكا هي راه وطنيه، فهمتيني؟ نعم. يا سيدي دابا بحال بين الجمعه والثلاث، بحال بين هذاك بين الجمعه وجموع، بين الجمعه وجموع حتى هي راه كتسمى، يعني الجمعه انت كتدخل نهار الخميس من الربعه واللور، هذاك نهار الخميس من الربعه واللور حتى نهار الجمعه مع الربعه. إلا ما كثرتك في هذا الوقت خطا كل من درتيه يفرق فيه الله. قال لك اسيدي دابا علاش قالوا غادي نجمعوا وجوش دموع؟ قال لك دابا الراجل كان باغي يحرق بالخميس، باغي يحسد بالخميس، باغي يتزوج بالخميس، باغي يمشي للحمام بالخميس، أي حاجة كيديرها بالخميس، ونهار الجمعة كيستعرض الله تبارك وتعالى. هذا غير حطت ما بين جمعة وجمعة، سالوا ولا جموع، سالوا ولا دموع. فهمتيني؟ بغيت نسولك حرك، واش كتظن هاد العيطه دابا اللي هي متداوله بحال حسب الحاج البليني الرادوني دابا واحد القضيه، واش باقي كتقول مثلا هاد الشباب اللي طالع دابا يقدر يمشي مع هاد العيطه ويحفظها بالمنظومه ديالها بالجمل الموسيقيه، او ربما الشباب كتبان لهم هاد العيطه ولات شي حاجه بحال شي كابوس بحال شي حاجه رجعيه قديمه؟ شو دابا الشباب ملي كيكونش واحد كيدير العيطه ما كيدفعوش الناس، ولكن ملي كيجي شي واحد كيدير شي راك ولا شي حاجه كتلقى الشباب كيمشي الناس. شنو هو السبب اللي ربما العيطه ربما تقدر تنتظر واحد الوقت ما تبقاش تحفظ؟ لا، كاين واحد الاتجاه اللي باقي شاد في العيطه ياك، كاين واحد الاتجاه في الشباب اللي تقاليين دابا الدري عنده 18 عام 20 عام كيضرب وطار كيدير ديك الحصبه يدير ديك اي حاجه كيديرها ليه، كاين الشباب شاد في العيطه، ولكن كاين حاجه وحده اللي خصك في العيطه. ما هي الشباب كاع ملي نقولوا كاع حال الشباب اللي كيدير لوطار وكيدير العيطه وكيدير كذا، كاع ملي جمال زرهم يطلق هاد الحوايج هادو، والله ما جمال راه دار واحد البديله جميله، نقولوا دار التحليم هاد الباب، التحليم هاد الباب كلشي داري بداو دابا خدامين وكلشي كيجاو، ولكن الحاجه اللي خصت في العيطه الواحده اللي خصت في العيطه دابا العيطه دروكا راه كلشي كيدير العيطه، كلشي كيعرف العيطه الحمد لله، ما كنحرق كاع الناس راه كاع فنانه، ما كاينش معنا حضرنا شي واحد، غير هي باش نسمحهم واحد الكلمه تكون في راسهم، العيطه راه بقات هجاله. مثلا؟ اربع ما بقاش فيها. اربع دابا ما بقاش فيها. اربع ما بقاش، اربع من اللي الصوت ما بقاش اربع. دابا اربع راه هو النص في العيطه. دابا مول اربع من اللي كتسكت هذيك المراه اللي كنا ديك العلبه ديالها
وكيتهز الربع كاين هو مول الربع راه كيسد على لقاء وكيسد على اي حاجه كيسد عليها الربع راه ربع هذاك بحال السجل رحمه الله وشي بحال السجل الله يرحمه بحال بن الحسن الله يرحمه بحال الدعباجي الله يرحمه بحال الشريف الله يعفو عليه والله راه مريض مسكين وراه عيا الله يعفو عليه ويجيب ليه الشفاء فهمتيني راه هاد الناس كنت ملي كتصحهم في العيطه راه كتكرم ما بقاتيش تسكتي قدام ان شاء الله يعني ما بقاش البديل دابا العيطه راه هجانه يعني الربع العيطه سيدي كيقتلها الربع والبيضه تغلى كيقتلها منقص لا اله الا الله راه ما كاينش مولاه في المغرب من المقص ديال السي عبد القادر البرعاني من المقص من المقص تاع بوزدقه والبرعاني باقي عندنا دابا المقص ديال السي عبد القادر ديال السي البرعاني رحمه الله المقص باش نقول الفنانه ضربت المقص المقص راه فيه ضربه الفوق على القفل وجوج لتحت لا اله الا الله عاد كيجمع الميزان بحال لا كيضرب في الصينيه بموس او لا بكيسان كيضرب في الخرسان الفوق ويهود المقص راه ماشي يضربه هو هو المقص باش نقول الفنانه راه بحال هو فهمتيني؟ بحال الخياط فهمتي بحال كتخيط كضرب الفوق كضرب لتحت باش كيخرج لك ثلاثة ضربات يخرجهم لك هما اللي كيجيبوا لك الميزان لا الله هو هذا وسمحوا لي هاني والشيخات واحد ها؟ الشيخات سولوا الشيخات اللي دازوا اللي دازوا في العيطة دازت فاطمة الله يرحمها الله يرحمها راها باقية مطورخة تبارك الله في المغرب هي وبا جنون وصالح السمعني فهمتيني؟ داز سيدي الدعباجي رحمه الله رحمه الله الشيخ احمد بن الحسن هذا الشيخ كلهم دزنا معاهم الحاوليه عيده مسكينه عيده الله يحفظها كاعي بنت بوصوف عايشه القصيوره راه باقيه حيه يعني كاع حاب الناس كلهم دزنا معاهم وكلهم ماكلين وشربنا معاهم وكلهم عرفناهم اللي باقي الله يعفو عليه واللي مات الله يرحمه وكلهم هاد الناس دوزوا معنا ودوزنا معاهم ولا الله راه هو هذا والتحية لواحد السيد خرطاني من هنا هو الشيخ عمر الزيدي والشيخ أحمد ودزوبيل والسي عمر الزيدي راه تبارك الله في المغرب راه فين ما دزت نسمعوها هو كاين عند السيديات كاين عند موالي القصيد كاين عند اللي يطلبوا في القهاوي كاين عند اللي يدوروا الشوان فين ما دزت كنسمع عمر اللي خدام الله يسهل ليه الله يسهل هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا وسمحوا لي والمستقبل ان شاء الله دابا واش العيطة غادي تبقى او ربما غادي تلاشى واحد شويه لانه المستقبل سيدي رياب الله يرحمه والشيخ رياب تحيه للشيخ رياب كيضرب اي اله في المغرب الله يبارك فيك الله يبارك اي اله هذا الراجل راه اللي كنشوف فيه كيضربها ملي كنوقف قدامه كندوخ ما عرفتش شنو هو السبب سبحان الله ما شنو هو السبب اللي خلق الله تبارك وتعالى هو راه ماشي قد الفنانه كاع الفنانه كيكونوا قصار وغلاظ ومقادين وكذا هو عطاه ربي حساب ديال الجمال الله يسهل ليه ايوا شي باس لكن الحمد لله من حتى تينا هي ديال الصيفه ديال الجمال غادي نحكوا سيدي هذا راه من الكناف هذا سيدي راه من الباعي هذا راه من الباعي والباعي راه مزود سيدينا محمد فهمتيني هذا راه من الباعي هذا على تيفا على تيفا على تيفا الرجال راه خير ب 45 خبر ديال خبر ديال ديريني وهذا راه هو الحرق خونا وصاحبنا وفنان وعزالي الطيفه والضحك عزالي الفنانه كامل وعزالي الفنانه كامل وما كاينش اللي ما كيعرف حرق وهذا هو حرق لان علاش كنسمو حرق قبل ما يكون هذا الحريق اللي ولا دابا هو حرق زمان ولكن قال اللهم ارجع لبلادي ونعيش مع ولادي ونكونوا مستقبل في بلادنا ونكونوا يد في اليد ونتعاونوا مع الشباب ونخلوا المسيره تمشي واللي عطاه الله شي حاجه الله يعوضه ما نكونوش بيناتنا واحد الحسد ولا هذا كيفهم مزيان ولا هذا فنان الحمد لله الانسان خصو يبقى دائما والفنان اخوتنا الله يسهل لهم والله يجيبهم تيسير الله يعاونهم ويزدهم على الخير والحمد لله وراه حاجه وحده اللي كتقتل الفنان ما هي قد مات قد حيا الكبر الخعور الكبر راه مولاه كيتطلى من الفقر ومن كل يعبد الصنام يبعث مع كلاب الراجل يكون راجل بحاله بحاله ويبان لي علومه تاع الدنيا ويجي يدير لي بحال هك هذاك راه في الطبع مع الكلاب والكبر كيتلي من الفقر كيما ما كان الراجل يعطيه وقت وتلقى فيه فايده قال لك من في قلبي حبات من في قلبي مثقال حبتي خردل من الكبر لن يدخل الجنه ولن يشم رائحه ولو كانت على سنين سنين ضوئيه واللي كيدور دابا وكيحرق الناس الدم ديال الناس يحرش هذا ما بين هذا وهذا وهذا ومن ديال الناس هذه القضيه اللي كتجرى ليها اللي كيصاحب الناس وراه ذكر الله سبحانه وتعالى قال لهم في الكتاب اكرهتم ان تاكلوا لحم اخيكم ميتا
لان هو الانسان اللي كيدوي في الغيب وكيدوي في صحابه ولا كيجبد الصداع راه نوع من الغيب ومن الغيبه. بحال كتاكل في لحمك ديال خوك ميت بركتي كتاكل، تقدر تاكل لحم خوك ما يمكنش. وراه الانسان اليوم الدنيا ولا صاد راح نسولو على الشباب ديال الحيط رجعوا للمورا شادين مشعل هاد الدراري الصغار. واحد السؤال سي حرك، هاد المشعل دابا ديال الشباب كيفاش الامور ديالو؟ واش كاين شي خلاف؟ كاين شي خلاف؟ كاين شي مدارس دابا حاليا في عبده؟ واش كاين شي مدرسه دابا حاليا في عبده اللي كاينه المدرسه؟ كاينه المدرسه كيشرف عليها الشيخ جمال، وكاين كلشي الدراري كيمشيو تما، وكلشي الدراري كيتمرنوا، وكلشي الدراري ما يعرفش حي والروح. والدراري الحمد لله هاد الشباب تبارك الله من طاق العيطه من الديبار صافي اي حاجه كيحطها لك. ولد الشيخ احمد الله يسهل عليه ويرضي عليه وزوبيت هذاك الدري الصغير تبارك الله دورا كلشي عيطا، كلشي كاع المعلمات الكبار يعيطوا ليه. رشيد عابدين ورشيد عابدين والعالمين والشيخ امين والعود والسرغيني حسن والعود وكاع الدراري تبارك الله كلشي كيعرف العيطا. تحيه والتحيه للسي خالد العلواش، وتحيه هو اللي كيسهر على هذا الخرجه من الطريق وكيعاوننا فيه. وتحيه للضاحي الضاحي والرواسي والفنانين والكاملين والشيخ محمود الناس كلهم الفنانين والتحيه وكاع اللي ما ذكرناش الاسم ديالو.